اذا مشاهدينا الكرام كما كتشوف معنا يعني هذه الحاله الميؤوس منها اللي وصلت ليه يعني الحال الجمعيات. هذا جمعيه رياضيه هنا بمنطقه برنوسي كتراسها احد الرؤساء يعني بعقله كيمشيو معاه الفئات الصغرى يعني الدراري الصغار. هاد الدراري الصغار داهم سيدي الجديده غيدير لهم مخيم. انا ما فهمتش كاينه وزاره كاين بوابه اللي كتفرض عليك انك تجيب ورقه الدراري وقت الحاله المدنيه ديالهم كتسجل كتكون الكوتيزاسيون كتحدد ديك الدوطاسيون ديال الماكله ديالو. هادشي اش كتكذب فيه؟ كتكذبوا فيه يعني الاختصاص الجمعيات عندهم الاختصاص بالتخييم عندهم بالماريس بالتخميم اللي كتشرف عليهم جامعات كاينين جامعات اللي كيشرفوا على هادشي بالتنسيق مع وزاره الشباب ووزاره الداخليه بلاسيرونس ديالهم بكلشي وكيكونوا مربين ما كينفرش بهم رئيس الجمعيه كيكونوا معاهم مربين. هذا وحش ادمي اخر ودائما في برنوسي دا الدراري الصغار كرا لهم ضرب جديده استاذ لانهم ما فاهمينش. دابا هاد الناس هادو ما فاهمينش راه الدراري غادي مخيمين كتعبوا راسهم غادي مخيمين بعض الترتيبات اللي كدير الدوله ديال التخييم. لا هذا غادي بهم كاري لهم. اش قال لكم هو؟ هو قال لنا غنديكم بيسين. اسمع كاين فيلا اش كيغيروا بهم؟ كيديهم البيسين كاين الفيلا وكاين داك الشيء واعر حنا صافي حنا ما علينا بشي. انتم كتحبوا مخيم؟ جبت انا شحال خلصتوا؟ عطيت 400 درهم 400 درهم لواحد جمع شي 8500 درهم ولا 9000 درهم غيمشي كرا كرا بابارتمون فيها جبيت وكوزينه كيمعاود الدري انه كينعس مع الدراري الصغار. وعندنا فيديو اش كيدير مع الدراري الصغار في البحر قال لك يبدا يتملس فيهم بحال كوك عريانين وحصلوا انه كيقبل الدراري الصغار. عندنا فيديو دابا فيديو راه كيتفتح هو كاين دابا احد العائلات دابا حاليا راه كيتواجد دابا بالجديده دار الاجراء توقف البارح شدوه البارح البارح ما الثلاث وهما اللي عيطوا الدراري ضرتهم خاطرهم عيطوا لوالديهم وطلعوا والديهم داو البوليس راه شدوه دابا راه جديده. كنتمنوا هاد الرساله توصل يعني باش تكون واحد الصرامه في مراقبه مثل هاد الجمعيات وهاد الناس اللي كيديو الدراري الصغار كيفاش تنقل يعني شحال عام فرد نتوما؟ حنا خوقنا قول 19 حنا اللي بقينا 19 واحد تنقل بها من الدار البيضاء 19 قصير من الدار البيضاء. فاش داكم؟ تانا في واحد الترافيك داهم في الترافيك بحال غيتفرجوا فيها وكيف يعقل ان هادشي كذا مشاو للجديده كرا ليهم واش ما كاينه السلطه في الجديده؟ يستحيل انك باش تكري بارطما يعني بدا باش تكري بارطما الواحد مع دراري صغار داروا غتسول غتعلم المقدم غتعلم الشيخ كني ادوار كتحملوا فيهم الناس المسؤوليات في هذه العمليه هذه. ما شحال دريت عرض الاغتصاب شحال؟ اربع الدراري نتيجه يعني تهور وتهور والاستهانه بهذه الاجراءات ديال المراقبه ديال الديور كيتواجدوا فيهم دراري صغار. اصغر واحد شحال مات فيهم؟ اصغر واحد فيهم عنده 6 سنين. 6 سنين؟ مات 5 سنين. اقول 6 سنين اصغر واحد فيهم. اشكاليه واشكاليه كبيره في هذه الاليه هذه ديال مراقبه الجمعيات اللي كيديو دراري التخييم فما ما هو تابع لا لوزاره الشباب ولا الجمعيه ولا جماعه ولا الى غير ذلك. ولكن كنتمنوا ان الرساله توصل وتكون واحد الصرامه في مراقبه مثل الدراري هذو. شكرا لك.